اثنين ثلاثة أبو الهول يا أوبا إيه العظمة دي كلها أبو الهول يا أوبا إيه العظمة دي كلها في العلاقة السابقة يا واد شكلك تبي تنضرب اليوم يا واد وعد مني إن شاء الله راح أروح بيت أبو الهول ودق الجرس ونشوف وقتها راح أصور لكم فلوق كامل أواد تقول لي وين بيته بالضبط يلا يلا هلا انا عمر مصر طب بس نتفاهم يا اخي يا اخي عيب بيننا عشره بيننا عشره ابو الهول يضرب زراديه مره ما يقدر اشرب امزح ابدا كلامي في تحيه الاسلام السلام عليكم وعليكم السلام هلا اسمع رامي انت وهو هي معكم عمر خليل سيف الدين زراديه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم عمر من قناه ماكس جديد وفيديو جديد يا حبيبي ما زالت قصة أبو الهول مستمرة طبعاً أكيد أغلبكم والله ما أغلبكم كلكم شفتوني وأنا نفرش من أبو الهول وكثير يسأل يقول عمر ليش ما ضربته عمر ليش بك ساكت شو تخيل أنا ما كنت رايح أضارب أنا كنت رايح أسلم عليه بعد سنين وكنت بسوي له حركة كده مرحة جميلة قال لك عشان يعني نكسر الميانة كده ونبتسم وكده مو بس أروح أدق الجرس لا لكن الموضوع قلب زعل وبدل ما أضبطها خربت أمها الله إن زودته عمر مرة زودته أكيد شال الظهر جاية كمان زي ما شفتوا في المقطع حاولت اتفاهم مع ابو الهول اكثر من مره وبعد المقطع حاولت اتواصل مع ابو الهول اكثر من مره لكن النتيجه كانت معطيني بلوك وعشان تتاكد انه هو معطيني بلوك تقول يمكن هو مشغول في خط ثاني حندق مره ثانيه ها يا سيدي ها يلا شفتوا فكرت كيف اقدر اوصل لابو الهول ابغى اتفاهم معاه ابغى اصور معاه مقطع كذا حب ونحن نحضر بعض كذا خلاص ابغى اتسامح معليش يزعل مني تعال والله ما يزعل مني والله ما اخليه في خاطرك تعال وكالعاده جاتني الفكره المجنونه تفتكروا عبد الله هلا عبد الله كيفك؟ هلا والله عبد الله هو خوي منصور او ابو الهول الى الان وفي نفس الوقت هو خويي فقلت ليش ما يكون هو رابط يوصلني لابو الهول دقيت على عبد الله على طول قلت له عبد الله الان نتقابل في موضوع مره مهم طيب يا جماعه الخير اليوم معانا عبد الله ابغاك تنقذني من المأزق اللي انا فيه حق منصور حق ابو الهول طبعا انت خوي منصور صح فانا الان احتاجك في خدمه طبعا اتوقع انه ابو الهول يعني اكيد زعل بعد الحركه اللي انا سويتها او ما ادري حسيت انه زعل حاولت اراضيه فممكن الولد شال في قلبه عشان اكيد شال بعد الحركه اللي سويتها زبد يا عبد الله شوف ابغاك تدق على منصور انا بدق على ابو الهول ظبط معه بكره باي طريقه لا ابغاك تجيبه لي دق على ايوه اقول له بكره بقابلك ما ادري انا بشوف لك مكان معين او مطعم معين تروح له وانا اكون وقتها استناك هناك فخلاص دق على الحين شوف ايش يقول يلا هلو السلام عليكم طيبين كيف حالك طيب شو علومك يا اخبارك طيبين طيبين ما اخلوك الله يسلمك منصور بكره ايش عندك يعني فاضي ولا مشاوير عندك مع اهلك ولا مع مين طيب متى تخلص بكره متى بتخلص حلو تمام اسمع انا بكره عندي اختبار في الجامعه بخلص على العصر اذا خلصنا حنا نتقابل نروح نطلع نتمشى نتعشى لا انا بخلص وفاضي ما عندي شيء بعده بخلص هذا الاختبار وفاضي ما عندي حاجه خل بعدين نتقابل نتمشى خلاص من هنا لبكره خلاص فاضي انت متاكد لا ما ادري بس بكره ردك خلاص ان شاء الله ان شاء الله بكره اكيد ان شاء الله خلاص بكره خلاص يلا مع السلامه ايه ها وش انت الحين والله بذاكر عندي الحين بعد شيء بكره الاختبار كذاب يا كذاب يا كذاب على السلامه خلاص وداك الحيوان المهم
ان شاء الله لك اجر اصلاح ذات البين باذن الله. عبد الله رتب الموعد مع ابو الهول، وابو الهول مسكين ما يدري مين قاعد يستناه. قبل ما نخش في الاكشن وايش صار في المطعم، اتمنى من كل واحد فيكم الان يضغط زر اللايك. انتوا صرتوا اساطير، صارت ال 100 الف لايك بالنسبه لكم ولا شيء. المقطع الماضي ما شاء الله 100 الف لايك في 4 ساعات، المقطع هذا هل نقدر نوصل 150 الف لايك؟ شوفوا زياده 50 الف لايك بالراحه بالراحه. اللي جابوا 100 الف لايك في 4 ساعات يجيبوا 150 الف لايك وهم مغمضين. زبد، الله يعطيكم الف عافيه، انتوا قدها وقدود. في اليوم التالي طبعا يا جماعة الخير وصلنا لمطعم ومقهى المياس، المطعم اللي راح افاجئ فيه ابو الهول ان شاء الله. شكر خاص لسلطان وشكر خاص للاستاذ شجاع الله يعطيهم الف عافية، برضو حاب اشكر مقهى ومطعم المياس على تعاونهم معاي في المقطع، شكرا لهم. محمد محمود لطفي عبد الله وابو الهول طلعوا يتمشوا ويفرفروا، وانا طلعت المطعم ارتب التصوير والمفاجآت. عايزينكم كلكم تخشوا مع بعض كده تروحوا. اتفقت مع عبد الله انه يجيب ابو الهول ويتعشوا في المطعم اللي انا كنت فيه. اقول 1 2 3 ابو الهول يا ابا. ولما وصلوا المطعم زرادية كانت بانتظارهم. طبعا انا الان بانتظارهم في المطعم، الله يستر ايش اللي راح يصير اليوم، او يا رب ما يضربني ابو الهول قدام العالم كله. معنا الاستاذ غنيم هو اللي حيساعدنا ان شاء الله في المقلب وفي الشغل كله. فرصه سعيده واحنا لنا الشرف انك تيجي تصور عندنا. الله يكرمك الله يكرمك يا غالي. اليوم الليله تعدي على خير ولا مش على خير؟ لا مش على خير. لا ابو الهول هخبي الكاميرا يا جماعه الخير في المنطقه هذه كذا وسط الشجر عشان ما ينتبه لها. وصل فيوري del partigiano o vela ciao vela ciao 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 e questo il fiore del partigiano morto per la libertà. اخذ الاوردر تمام خلاص. انت رايك نحط كده حته شطه كده في الاوردر زياده كده نولع الدنيا كده عشان بس الحب ولع. شيف ايمن السلام عليكم، كيف حالك؟ تمام. الطلب اللي حيجيك دحين احرق لي امه. هذا البيتزا حقتهم، هذا البيتزا حقتهم. جيب الفلفل بالله. شط 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 خليه يولع. ابو الهول طلب ملك شيك. لا 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 والله طلعت خطير يا ابو الهول، ملك شك وحركات. ها ما شاء الله هذا العصير حق ابو الهول. ها بالعافيه ذوق انت الاول قبل ابو الهول. لازم انت تسوي تيست انت الاول. والله ابو الهول دوب بالعافيه بالعافيه عليك وعلى ابو الهول ان شاء الله. يشيل المصاصه عشان لا يقتلني. طبعا هم الان في المطبخ جالسين يجهزوا طلب ابو الهول وعبد الله خوي، ما نبغى نزعجهم اكثر من كذا، خلينا نشوف ايش اللي حيطلبوه. والله ما ادري ايش طلب ابو الهول ده. والله ابو الهول ده لازم ننزل له خروف كامل. ما شاء الله تبارك الله، هذا كله ابو الهول طلبه. بالعافيه عليك يا ابو الهول بالعافيه. جاهزين؟ جاهزين. يلا تركنا على الله، تصوير عندك روح. من عناية. أبو الهول يا أبا، إيه العظمة بكلنا. أبو الهول يا أبا، إيه العظمة بكلنا. على بلوك من غير ما خد دمول، حطيت على بلوك من غير ما خد دمول، حطيت على بلوك.